السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في قناة محترف تيوب. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح موقع هذا الموقع الممتاز الآخر، موقع ممتاز جدا، موقع يعطينا فرصة للربح من المكافآت التي يقدمها، المكافآت المجانية. إخواني الكرام، إذا لم تكن أنت قد سجلت في هذا الموقع وقد قمت بالربح منه عن طريق الاستثمار فأنت قد أخطأت، وقد أخي الكريم قد يئست، ولن تهدف إلى الربح إلا بالجد والعمل أخي الكريم. إن الربح من الإنترنت ليس مجرد فقط كلمة ربح من الإنترنت، وإنما هي كلمة. ماذا هي كلمة؟ تقوم بماذا؟ تنتقل إلى كلمة بدل الربح من الإنترنت إلى العمل على الإنترنت. هذا هي الكلمة الصحيحة أخي الكريم. أنت إلى الآن لم تقوم بعمل أي شيء، فلماذا تنتظر أخي الكريم؟ ما الذي تنتظره؟ ما الذي تنتظره أخي الكريم؟ بالله عليك، أتنتظر شيء آخر؟ ما الذي تنتظره على من أجل أن تربح؟ أرسل لي في التعليقات ما هي الأشياء التي تعيقك عن الربح من مثل هذه المواقع. نحن لا نقول لك اربح من الاستثمار، نحن نقول لك اربح من المكافآت المجانية. افهم، مجاني يعني لا تحتاج إلى رأس مال، لا تحتاج إلى شيء، فقط معك كاميرا ومعك جوال أو لابتوب وأنت بإذن الله تعالى سوف تربح. ما الذي تنتظره أخي الكريم؟ أخواني الكرام، هذا المواقع مواقع رائعة جدا، مواقع ممتازة، مواقع لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها. لماذا؟ لأنها تعطيك ربح رأس مال جدا جدا رائع، فلماذا أنت تنتظر؟ ما الذي تنتظره من أجل أن تربح من هذا المواقع؟ أخي الكريم، إن الذي ينتظر من أجل أن تسقط السماء مالا وذهبا وفضة فلن يربح أي شيء، إنما الاتكال والعمل والجدة سوف يربحك أخي الكريم. طبعا لولا أن انشغالي في هذه الأيام المباركات، ولو أن هذا الوقت وهذا الزمن مشغول، أو كنت قد أعطيتكم أيضا أشياء أخرى تربحون منها، مثل أخي الكريم الأيردروبات. في أيردروبات حقيقية بإمكانك أن تربح منها شهريا، سوف تربح ما لا يقل عن من 100 إلى 200 دولار بإذن الله تعالى، إذا كنت أخي الكريم تقوم بالربح من الأيردروبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في قناة محترف تيوب. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح موقع هذا الموقع الممتاز الآخر، موقع ممتاز جدا، موقع يعطينا فرصة للربح من المكافآت التي يقدمها، المكافآت المجانية. إخواني الكرام، إذا لم تكن أنت قد سجلت في هذا الموقع وقد قمت بالربح منه عن طريق الاستثمار فأنت قد أخطأت، وقد أخي الكريم قد يئست، ولن تهدف إلى الربح إلا بالجد والعمل أخي الكريم. إن الربح من الإنترنت ليس مجرد فقط كلمة ربح من الإنترنت، وإنما هي كلمة. ماذا هي كلمة؟ تقوم بماذا؟ تنتقل إلى كلمة بدل الربح من الإنترنت إلى العمل على الإنترنت. هذا هي الكلمة الصحيحة أخي الكريم. أنت إلى الآن لم تقوم بعمل أي شيء، فلماذا تنتظر أخي الكريم؟ ما الذي تنتظره؟ ما الذي تنتظره أخي الكريم؟ بالله عليك، أتنتظر شيء آخر؟ ما الذي تنتظره على من أجل أن تربح؟
أرسل لي في التعليقات ما هي الأشياء التي تعيقك عن الربح من مثل هذه المواقع. نحن لا نقول لك اربح من الاستثمار، نحن نقول لك اربح من المكافآت المجانية. افهم، مجاني يعني لا تحتاج إلى رأس مال، لا تحتاج إلى شيء، فقط معك كاميرا ومعك جوال أو لابتوب، وأنت بإذن الله تعالى سوف تربح. ما الذي تنتظره أخي الكريم؟ أخواني الكرام، هذا المواقع مواقع رائعة جدا، مواقع ممتازة، مواقع لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها. لماذا؟ لأنها تعطيك ربح رأس مال جدا جدا رائع. فلماذا أنت تنتظر؟ ما الذي تنتظره من أجل أن تربح من هذا المواقع؟ أخي الكريم، إن الذي ينتظر من أجل أن تسقط السماء مالا وذهبا وفضة فلن يربح أي شيء. إنما الاتكال والعمل والجدة سوف يربحك أخي الكريم. طبعا لولا أن انشغالي في هذه الأيام المباركات، ولو أن هذا الوقت وهذا الزمن مشغول، أو كنت قد أعطيتكم أيضا أشياء أخرى تربحون منها،